21 من برنامج بدل رمضان. بنتكلم النهاردة على الجزء الثاني من سلسلة تجهيزات العيد، وهو هنجهز جسمنا. البشرة دي عايز اقول لكم هتبقى اخر حاجة، الناس اللي مستنية البشرة دي هتبقى اخر حاجة. يعني هديك الحلقة، متنسيش تعملي لايك واشتركي في القناة لو انت جديدة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الحلقات، وشاري كمان الحلقة مع اصحابك. مع في العيد طبعا بنكون عايزين ريحتنا حلوة، جسمنا ناعم منعش كده، تحس ان احنا حلوين قوي كده وريحتنا حلوة جدا. فتعالوا لكم النهاردة على الخطوات اللي بعملها. اول حاجة بخلي جسمي كله يتشرب مية، اللي هو بقعد كده في البانيو او وقف تحت الدش كده، اللي هو مدة 5 دقايق 10 دقايق، جسمي كده كله فعلا يبقى الجلد كده طري ما يكونش ناشف. وابدأ اعمل لي سكراب او حمام مدني. في ناس ممكن تعمل سكراب سواء قهوة وعسل وسكر، ممكن نعمل قهوة وسكر وزيت جونسون. فطبعا انا هعمل حمام مغربي، احسن صابون مغربي هو الصابون بتاع مركان اويل، وده شكل كده الصابون من جوه. بحطه على جسمي كله، بفرده كده على جسمي كله، بقعد بيه لمدة 5 دقايق 7 دقايق بالكتير، ومية سخنة عشان تضطر عشان تبقى خشنة كده شوية. اعمل حركات دائرية كده او اعمل ليه فوق وتحت، فده من الحاجات الحلوة جدا اللي بتطلع الشعر تحت الجلد، وكمان بتخلي الجسم ناعم وفيه لمعة. تاني حاجة لازم نعملها هو الشاور جيل. لازم نختار شاور جيل تكون ريحته حلوة جدا. الشاور جيل اللي انا بستخدمه هو بتاع سيل احمر، ده بصوا ده كده شكله، حجمه 500 ملي، سعره كان ب40 جنيه، من الحاجات الحلوة جدا، وبيسيب الجسم مترطب قوي وبيخلي الجسم تحس ان هو مزحلق، فمن الحاجات الحلوة بتفضل ثابتة لمدة طويلة. بعد كده بعد ما اتأكد خالص ان جسمي خلاص بقى طري لدرجة اللي هو خلاص الجلد بقى طري جدا، نعمل شيفينج. ممكن تعملي قبل ما تغسلي جسمك، وممكن تعمليها بعد ما تغسلي جسمك. فانا افضل يعني بعد ما تغسلي جسمك بالشاور جل عشان يكون الجلد يبقى طري خالص، وكمان عشان ما تتعورش. هنستخدم اي شفره انت تحبيها، دي جيلات اللي هي اللبني، انا كنت مستخدم منها البامبا، فانا جبت اللبني وهجربها واقول لكم رايي فيها. فيفضل يا جماعه علشان ما نطلعش الشعر يبقى مشوك، لازم نعمل في نمو اتجاه الشعر. يعني انت شعرك كده اعملي كده، ولو عايزه مره تاكيد اعملي عكس الشعر، بس في الاول اعملي مع نمو اتجاه الشعر. لما نطلع جسمنا كده مندي يعني نشفيه وسيبيه كده فيه نسبه ميه، لازم نحط بودي لوشن. بودي لوشن ده خطير بجد، سعره كان ب85 جنيه، حجمه كان 400 ملي، ده فظيع جدا، ترطيب وقوامه خفيف قوي، بيدي لمعه وريحته بتفضل ثابته. ده بالشيا بتر والبيور كوكا، فبصراحه من الحاجات الحلوه جدا ده اللي هو بتاع فازلين، فانا بحبه جدا. هاتي اي مرطب انت تحبيه، مش شرط بودي لوشن، المهم رطبي جسمك عشان جسمك يبقى ناعم وفي لمعه ويبقى ريحته حلوه. ما ننساش الديودرنت يا جماعه، المزيل عرق، هاتي اي مزيل عرق انت بتحبيه. انا بستخدم بتاع لازوردي، ده حلو جدا، ده عايز اقول لكم يجي 7 علبة اجيب منه، من الحاجات الحلوه جدا، وسعره كان حوالي ب25 جنيه ل30 جنيه. اخر حاجه بقى علشان تبقى ريحتنا فريش وريحتنا حلوه لمده اطول، حط بودي سبلاش او برفيوم اللي انت تحبيه، بس انا طبعا هحط بودي سبلاش اللي هو بتاع سي، نفس الشاور جيل عشان تبقى نفس الريحه. وده كده شكله، هو كان سيت كده فيها 6، حلوه جدا ووريتها لكم قبل كده. واستنوا كمان فيديو قريب جدا عن انواع البودي سبلاش اللي انا استخدمتها واقول لكم رايي فيها، فده من الحاجات الحلوه قوي. سؤال حلقه النهارده، اغلى حاجه نفسكم تشتروها ايه هي؟ كده وصلنا لنهايه الحلقه، لو عجبتك اعملي لايك، ولو انت جديده اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس، وما تنسوش يا جماعه تابعونا على انستغرام وعلى تيك توك، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.